بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، حقيقة قبل ما أكمل أو أبدأ حديثي معكم أرجو أن توجهوا باسمي التهنئة لكل زملائنا المحامين المسيحيين بأعياد من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وأيضا التهنئة لكل المحامين وكل الوطن المصري. بالسنة الميلادية الجديدة 2020، هذا التاريخ بيؤكد ان احنا مضينا في عمر نقابة المحامين 108 سنة. بدأنا نخبة من الذين عشقوا المحاماة أقوى مرحلة بناء للمحاماة الوطنية في مصر. كانت مصر في هذا التاريخ 1912 خارجة من معركة عرابي وخارجة من دنشواي وفي امتيازات أجنبية وفي محاكم مختلطة وما كانش في محاماة وطنية. كان المحامين المصريين بيشتغلوا سنيدة للمحامين الأجانب، لكن استطاعوا بنضالهم وبدفاعهم عن استقلال الوطن أن يدافعوا عن استقلال المحاماة، فأنشئت نقابة المحامين. ودي البداية اللي احنا بنفتخر بيها وبأسلافنا العظام اللي أنشأوها وأسسوها علشان يقدموا لنا هذه الرسالة. ساهم من ساهم، وبنى من بنى، وأيضا حارب من حارب المحاماة في مراحل مختلفة من تاريخ مصر. لكن شاء القدر انه يمنح هذا الجيل من المحامين في خلال السنوات العشر الماضية ان يتم على ايديهم وبإرادتهم ميلاد الجمهورية الثانية للمحاماة. ايوه، أقول ذلك بصدق. ما حدث من تحول تشريعي في تاريخ نقابة المحامين يعادل ما تم من إرساء تشريعي لنشأة نقابة المحامين. ما حدث من قرارات للجمعية العمومية ومجالس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة من ثبات في قضاياه الجوهرية ومن قوة، ده ميلاد جديد لنقابة المحامين وعزة جديدة لنقابة المحامين ما أنشأهاش شيوخ لوحدهم ولا الشباب لوحدهم. ولما سمعت جملة إنه الشباب إن الشيوخ قادة والشباب نقطة أنا زعلت. لا لا، المحامين شبانا وشيوخا قادة وفرسان ومن عاقل الأمة وعقلائها وحكمائها وبنائها. كل محامي فيكم كان من وجهة نظري نقيب، شارك في بناء المرحلة الجديدة من نقابة المحامين. اللي تحملونا واللي شاركونا واللي قاتلوا من أجل تنقية الجداول فرسان، فرسان وقادة اللي قاوموا
التعليم المفتوح وحملة الدبلومات اللي كانوا عايزين يحتلوا نقابة المحامين، فرسان وقادة هم دول اللي دفعوا عن نقابة المحامين، مش سامع عاشور اللي دفع وحده عن نقابة المحامين، كل المحامين دفعت عن نقابة المحامين. الناس فاهمة غلط، فاهمة إن الموضوع شخصي، مش شخصي، ده كان نداء. إحنا كلنا كنا بنتنادى عن ترقية الجداول، مفيش انتخابات بتعدي ما فيهاش فين ترقية الجداول. لما جينا ندخل نقتحم المعركة، سندنا فرسان المحاماة ورجال المحاماة شبابا وشيوخا نساء ورجالا كانوا قادة في الدفاع عن نقابة المحامين. لما نقيب المحامين يقدم للمحاكمة بحكم جائر لعدم تنفيذ حكم جائر بقبول حملة الدبلومات في نقابة المحامين، اللي أنصف نقيب المحامين المحامين، واللي دافع عن نقيب المحامين المحامين، وكانت قوة نقيب المحامين مش بس في الآلاف اللي حضرت الجلسة، وإنما في عشرات الآلاف اللي كانت واقفة على طراطيف صوابعها بتتابع الجلسة على الهواء وبتتابع نتائجها. كان إحساس المحامين في هذا الانتصار إحساس شخصي. أنا شفت شيوخ جاية من أسوان ومن الأقصر ومن هنا ومن مطروح، ما شافونيش قبل كده ولا التقوني قبل كده ولا يعرفوني على المستوى الشخصي، قالوا إحنا سيبنا شغلنا وسيبنا حالنا علشان بندافع عن بلدنا، بندافع عن وطننا، لأن المحاماة بلدنا ووطننا. إحنا كنا بندافع عن هذا الوطن وانتصرنا في معركة تحرير الوطن من الذين أرادوا أن يحتلوها وأرادوا أن يغتصبوا مواردها. طيب قضية حملة الدبلومات والتعليم المفتوح قضية واضحة، لكن قضية الاشتغال قضية لا تقل أهمية، بل هي صلب المعركة، هي صلب المعركة. إحنا كنا أرقام، كنا حوالي مسددين للاشتراكات في 2016 490,000 من حملة الكرنيه، 490,000 اللي كانوا بيشتغلوا فيهم ما يزيدوش عن 100,000، اللي كانوا بيدخلوا موارد نقابة المحامين 100,000، اللي كانوا بيضخوا أتعاب المحاماة ودمجة المحاماة 100,000. لما وصلنا اليوم إلى رقم المحامين المشتغلين المجددين لاشتراكات 2019 140,000 محامي، ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إنه مواردنا اللي كانت ب 450,000 من حملة الكرنيهات هي بال 150,000 المشتغلين، لأنه هم دول اللي كانوا بيضعوا أتعاب المحاماة ودمجة المحاماة في المحاكم. إذن كان كل محامي من حضراتكم كان بيسدد لثلاث محامين معاشه وعلاجه من جيبه، من جيب أولاده، من حقه وحق أولاده وحق أسرته، كان بيدفع كل واحد فيكم نصيب آخرين غير مشتغلين، موجودين على سبيل المجاملة، موجودين وهم بيشتغلوا بره، موجودين وهم بيشتغلوا في أعمال أخرى، موجودين وهم قاعدين في بيوتهم، وإحنا قاعدين نصرف عليهم لغاية هنصل. لو استمر هذه العجلة في الدوران كنا فلسنا، وده حدث. كنا قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس في 2011-2012 لما مصروفاتنا زادت عن مواردنا، زادت، لأن أنت بتدفع لكل حد المعاش، بتدفع لكل حد المعاش من غير دليل اشتغال، بتدفع علاج لكل حد من غير دليل اشتغال. أي حد يدخل نقابة المحامين، كانت في ناس عندها أمراض مزمنة تدخل نقابة المحامين تطلع الكرنيه تاخد البطاقة العلاجية واصرف عليها في نقابة المحامين إلى الأبد، إلى الأبد. كان بينضم لنقابة المحامين ناس مصابة بأمراض تمنحها أصلاً من الحركة ومن الكلام ومن الفهم ومن الوعي. مش ده حرام إنك بتدخل عندي أطراف تستحق إنفاق من أصحاب المال
وأصحاب الحق ده سفه لو استمرينا فيما كان يجري عليه العمل. وأنا كنت بقول وهقول إن إحنا كنا شركاء في هذه الجريمة، كل المحامين كانت شركاء، وأولهم نقيب المحامين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كلنا كنا شركاء في هذه الخطيئة، لأن إحنا تساهلنا وقبلنا هذا التساهل. اليوم جاي لكم من يخاطب الريع في أنه يريد إصلاحاً من أجل أن يقدم نفسه للترشيح أو يقدموا أنفسهم للترشيح. أقول لهم كل من سجل اسمه في دعاوى ضد نقابة المحامين في تنقية الجداول هننشرها، كل من سجل اسمه في صحيفة دعوة للتعليم المفتوح هننشرها، كل من سجل اسمه ضد نقابة المحامين وطالب بحبس نقابة المحامين من أجل حملة الدبلومات هننشرها. وإذا كانوا رجالة يدافعوا عن نفسهم يقولوا كانوا بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا كده ليه؟ واقفين ضد نقابة المحامين ليه؟ ده في 800 محامي في الجمعية العمومية الأخيرة صوتوا برفض زيادة المعاشات. أنا أفهم وأتقبل إنك ترفض الميزانية أو تقول أنا مش عايز أوافق عليها، لكن لا أفهم أبداً إن في محامي مشتغل يرفض المعاش دي. ده معناه ايه؟ معناه ان هؤلاء حملة هدم نقابة المحامين. هم عايزين نقابة المحامين تقع، عايزين نقابة المحامين تتفك، عايزين نقابة المحامين تضيع. نقابة المحامين لا هتقع ولا هتتفك ولا هتضيع ولا هتسقط في ايد حد، مش من المحامين المشتغلين الذين يعملون بالمحاماة. احنا بذلنا هذا الجهد ليه؟ علشان اولا نوقف مسيرة الانهيار الاقتصادي، وعلشان ندخل في تنمية للموارد. احنا النهاردة حققنا اعجاز اقتصادي لما نقفز في المعاشات لما قفزنا اليه من 700 جنيه في 2002 و2003 نصل النهاردة الى 3000 جنيه. ده اعجاز. لما يبقى السنة ب 75 جنيه اعجاز. لما يبقى الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه إعجاز، لأنه ده مش موجود في أي نقابة أخرى، مش موجود في أي نقابة مهنية أخرى، ومش موجود كمان في التأمين والمعاشات. إحنا تفوقنا عن التأمين والمعاش في توفير المعاش. إحنا مش بس فقط المعاش الشهري، إحنا عندنا معاش الدفعة الواحدة اللي قيمته 100,000 جنيه. إحنا مش بس وقفنا عند معاشات جديدة، احنا رجعنا كل المعاشات القديمه، زودناها للي ناسي 10% ثم 5% ثم سنويا، ثم 100 جنيه للارمله، 100 جنيه للطفل اليتيم، ثم زياده 35% في القرارات الجمعيه العموميه الجديده. اللي بيكلمني عن ان احنا ندي في المعاشات، ندي لاصحاب المعاشات والارامل في المناسبات والاعياد هدايا، انا قلت له، انا بقول له لا، انا عايز نساهم في دعمهم كل شهر، مش بس في المناسبات، مش بس بنقدم عديات، انما الزياده اللي تمت علشان كرامتهم. انا بستاء لما بشوف في عيد من الاعياد ونيجي ندي فلوس للناس. ده كلام يقلل من شانهم امامنا وامام انفسهم وامام اقرانهم. انا عايز الناس تبقى عزيزه وهي في بيوتها، عزيزه وهي في مكانها، مش عزيزه بالطلب ولا بالمناسبه ولا بالشحاته. لا نقبل هذا الامر على محامي ابدا طول ما احنا محامين وطول ما احنا في مجلس نقابه المحامين. انما دي مسؤوليتنا كل مرحله نقدم زياده، كل مرحله. وانا اوعدكم انه اي زياده في المعاش القادم للجديد هيصاحبها زياده في المعاشات القديمه. هيصاحبها مع زيادة في المعاشات القديمة. القرار اللي صدر في الجمعية العمومية عن احتفاظ الأسرة بكامل قيمة المعاش المقرر ابتداءً عند خروج آخر مستحق فيه. بمعنى إنه لو فضلت الأرملة أو لو فضلت الابن فقط هتاخد كل المعاش. مش هناخد نقابة المحامين مش هتاخد حاجة. خلاص هيرد للمحامي، ده تكريم لأسرة المحامي، ده تعظيم من دور المحامين. وأيضا ده اللي افتقدنا الآن. ده مش معناه إن احنا وصلنا إلى
اقصى امانينا. لا احنا وصلنا للحد الادنى في امانينا، ده بقول لحضراتكم اللي احنا عملناه الحد الادنى فيما نطلبه وفيما نامله خلال المرحله القادمه. حتى في العلاج، الطفره اللي حصلت في العلاج طفره غير مسبوقه، احنا ضاعفنا تقريبا العلاج على السنه اللي فاتت، وده ظهر في ارقام الصرف. انا لما يبقى عندي العلاج حتى 31 ديسمبر على مستوى الجمهورية 310 مليون جنيه. كان السنة اللي فاتت أقل من 150 جنيه. إذن ده معناه إنه في مضاعفة. هذا الرقم إحنا ما اخترعناهوش. هذا الرقم مطبق على كل المحامين، ودي ميزانية مش ميزانية النقابة. دي ميزانية دولة. إن إحنا ننفق 310 مليون جنيه على بند واحد اسمه العلاج. بالإضافة إلى ما سوف يصرف على المعاشات المختلفة. ده معناه إن إحنا بنمشي لقدام، بندفع لقدام، بنتطور لقدام علشان ما نتراجعش. اللي بيكلمني عن إنه طب وإيه غير المعاش اللي تم تقريره؟ قانون المحاماة. قانون المحاماة، قانون المحاماة خلنا لا توجد نقابة مهنية لا على المستوى العربي ولا على المستوى الدولي تحمل ما قدمناه من ضمانات ابتداء من الدستور حتى القانون الحالي الا في قانون المحاماه. احنا قانون المحاماه بتاعكم ده بيدرس الان في النقابات العربيه، بيدرس النهارده في النقابات العربيه. النص اللي جه في الدستور او النصوص الفصل، احنا عندنا فصل في الدستور اسمه المحاماه. لاول مره في تاريخ مصر، لاول مره في تاريخ الوطن العربي كله يبقى في دولة فيها فصل في الدستور اسمه المحاماة. احنا هذه العزة انتقلت إلى تعديلات تشريعية، تعديلات أضافت حصانة للمحامي أثناء المحكمة، دعمناها في التعديل الجديد، وأصبحت هذه الحماية أمام جهات الاستدلال وأمام جهات التحقيق. تجاوزناها أمام حتى في غير حالات التلبس. المحامي اللي بيقدم ضده بلاغ كيدي من خصومه او خصوم موكليه، احنا ايضا وقفنا وعدلنا النص وفرضنا حمايه، وانه البلاغ ده ما ينفعش المحامي يتحجز لغايه ما يعرض على النيابه مع باقي الخصوم، لا ده تتقدم ضده مذكره تعرض على المحامي العامل اول الاستئناف المعني، علشان احمي المحامي من انه يبقى عرضه للامتهان او المهانه. دي تعديلات تشريعيه. اللي بيكلمني عن قانون الادارات القانونيه، قانون الادارات القانونيه الان في اللجنة التشريعية، وقريبا في لجان استماع هتستمعوا فيها علشان نساهم في استقلال المحاماة في الإدارات القانونية، وعشان نساهم في تعزيز اقتصادياتهم. المحامين اللي بتشتكي من إن في مفتشين بتخش تكسر مكاتبهم من الإدارات القانونية وياخد الملفات بالعافية، أنا بقول له قوموا ولو بالقوة وأنا مسؤول. أنا نقيب المحامين بقول لك قوموا بالقوة، صوروا، امنعوا بالقوة، وأنا مسؤول عن هذه المقاومة، لكن ما تستسلمش ولا تضعف ولا تستكين، لا ندع عدوان على الحق، لكن في النهاية هي ممارسة مرة على مرة لن يجرؤ لا مستشار ولا غير مستشار إن يخش يفتح الدولاب بالعافية أو يكسر الدرج بالعافية أو ياخد ملف بالعافية. صوروه وابعتوا لي صوره وأنا هحاكمه كمجرم، لأنه يخالف القانون، لأنه يقتحم الأماكن الخاصة، لأنه لا يحمل إذنا بالضبط ولا بالتفتيش. ده قانون. إحنا علينا أن ندرك أهمية الدفاع عن حقوقنا. أنا مش عايز محامين تقول لي أنا عايز النقابة تساعدني. ساعدك في إيه؟ أنت محامي تساعد الآخرين، أنت الأول تساعد نفسك. المحامي مهمته أن يدافع الناس عن حقوق الناس، مهمته كده، دوره كده. مش هينفع نجيب محامي ورا كل محامي، لكن في النهاية أنت ملزم أنك تتتبع حقك. لكن لما تصطدم بلا عودة أو بلا إدراك لما ارجع لنقابتك، والنقابة مسؤولة أن تساندك، لكن ما ترتكنش على أنه ابتداءً أصل أنا عايز معايا نشر محامي يوسعوا له وخلوه يترافع، خلوه يقول الكلمة بتاعته، خلوه يقدم طلب تقصير، خلوه. لا، الكلام ده مش صحيح في المحاماة. المحامين أنا زي ما قلنا في البداية مش كلام إنك تبقى فارس، مش كلام إنك تبقى قائد.
انت لازم تبقى مؤهل الى هذا الامر، ولازم تبقى قادر على تحقيق هذا الامر. احنا ما وقفناش عند حد هذه التعديلات. احنا عندنا شيء قادم ابتداء من 21. ما فيش حد هيدخل نقابه المحامين عنده ليسانس بس، لا، ابتداء من 21 هيبقى في اكاديميه وهيبقى في اختبار وامتحان. لازم يبقى امضى سنتين في الاكاديميه علشان يدخل نقابه المحامين. في نقابه المحامين ابتداء من 2021 هيبقى الدخول لنقابه المحامين اعز من الدخول للنيابه والقضاء. دي القيمه اللي موجوده في التشريع، لاننا بحق شركاء في تحقيق العداله وسياده القانون وكفاله حق الدفاع. ده الدستور، واحنا بندعم المحاماه في هذا الاطار وفي هذا الدور وفي هذا المستوى. ده التعديل التشريعي، وده الاداء التشريعي اللي احنا ماشيين في اتجاهه. لكن الحقيقه في تعديل المحاماه ايضا اتعاب المحاماه المقضي بها واللي بعض المحامين بتشتكي منها، وهنا في وصلتني شكوى من بعض المحامين. الحقيقه انا في غايه الاستغراب، في غايه الاستغراب. المحامي بيدفع في الرسوم عند انقاض الدعوه، بيدفع الرسم النسبي وبيدفع صندوق الأمنية ولا صندوق القضاء وما بيفتحش بقه. لما جينا حطينا صندوق المحامين وصندوق معاشات المحامين وصندوق علاج المحامين وصندوق مصلحة المحامين بدأ الكلام. ده كلام مش صح، ده كلام مش صحيح. احنا حطينا حقنا زي ما القضاء بياخد حقه ابتداء، المحاماة لازم تاخد حقها ابتداء، وانت كمان لازم تساعدني، مش تسرح لصالح موكلك وانت لا تتحمل عنه شيء. انما هي مسؤوليته، اللي بيكسب القضيه بيرجع على خاسرها بكل اللي دفعه، سواء كان اتعاب محاماه او كان صندوق ابنيه او كانت رسوم نسبيه او اي حاجه او اي مصروفات. هو ملزم بسداد خاسر الدعوه، هو الملزم. ليه بتطالب نقابه المحامين انها تتراجع؟ النهارده نقابه المحامين اتعاب المحاماه بتورط اليها يوم بيوم وساعه بساعه، بتدخل حساب المعاشات في ساعة ساعة، وبيوصلني تقرير يومي بحجم الأموال اللي دخلت يوم بيوم من كل محكمة من أسوان لإسكندرية. ده أمر جديد، ده اللي ساعدنا على إن احنا نرفع المعاش، وده اللي هيساعدنا على إن نرفعه مرة أخرى، وده اللي هيساعدنا عشان أستكمل الإنشاءات والأبنية اللي احنا بنسعى إليها. أنتوا عندكم النهاردة بعد أيام أو أسابيع هنستلم مبنى مجلس الدولة اللي كانوا واخدينه مننا علشان نجعل منه صرح للمحاماة في قنا، صرح للمحاماة وللاستثمار. هو الآن في مكان جيد ومكان في منتصف البلد، نقدر نديله قيمة ونعظم أداؤه بغير حدود في الإنفاق من أجل أن يحقق أو يعظم من عوائده الاقتصادية ويحقق المنافع للمحامين. النهاردة احنا داخلين على مراحل تنمية كبيرة جدا. النهاردة في وزارة، في هيئة المجتمعات العمرانية، طلب ببروتوكول هيوقع بين النقابة العامة وبين هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 500 وحدة إسكان مدعوم للمحامين في خنا غرب وشرق، وهننقل هذا البروتوكول إلى كل المحافظات اللي فيها مجتمعات عمرانية جديدة. إذا إحنا مش متوقفين عن حاجة، مش متوقفين عن أداء دورنا، ولا متوقفين عن أداء مسؤوليتنا. لما حد يكلمني النهارده واحنا بنواهي بما انجزناه في قانون القيمة المضافة، يجي يقول لي احنا عندنا مشاكل في قيمة القيمة المضافة. مشاكل ايه؟ مشاكل ايه اللي نقابة محامين مصر عطلت قانون القيمة المضافة؟ احنا اللي عطلناه فيما يخص المحامين. وتعالوا بالورقة والقلم نشوف عطلناهم ازاي. احنا في القانون ده في ثلاث جرائم. اللي ما يقدمش اقرار جريمه، اللي ما يسجلش نفسه جريمه، اللي ما يدفعش 10% من دخله عن كل قضيه جريمه. احنا عملنا ايه النهارده؟ انت بتدفع عند المنبع وبتدفع مبلغ مقدر حكما، لا 10% ولا 1% حتى، بتدفع 20 جزئي و40 ابتدائي و60 استئناف. اذا انت خرجت من دائره التقسيم. اثنين، انت مش مطالب انك تسجل نفسك ولا انك تقدم اقرار شهري ما دمت بتدفع عند قيد الدعوه. اي حد يقول لك هذا الكلام بيضحك عليك ونصاب.
وانا بقول لك اهو، احنا بقالنا 3 سنين بنتعامل مع هذا القانون، لم يقدم محامي في مصر بتهمه انه ما سجلش نفسه، ولا بتهمه انه ما قدمش اقرار، ولا بتهمه انه ما دفعش 10%. ده الدليل العملي. ما تقوليش احنا فينا، ما تقوليش كده. عيب عيب ان واحد فينا موظف يفرض نفسه عليكم وتحملوا هذا الفرض. احنا هنحاسبه وهنواجهه وهنعاقبه، لكن انا ما اقدرش اقول لمحامي راح سجل نفسه واقول له ما سجلش نفسه ليه؟ واحد يقول لك ايه ده، ابعتوا لنا وسجلونا. ايه الخوف والرعب اللي انت فيه ده؟ مسجلك هو، انت سجلك يعني ايه؟ سجلك يعني ايه؟ ما انت مسجل، انت اصلا ملفك هناك موجود في الضرائب، بياناتك واسمك ومحل اقامتك مسجل، اقرارك السنوي بالدخل مسجل. بتكلمني تسجيل ايه؟ يا اخوانا انتوا محامين كبار، ما ينفعش حد يخدعكم ويوهمكم بالخوف. احنا ما بنخافش، وبقول لك سامع عاشور ما سجلش وما قدمش اقرار، وبقول لك القانون بيحميني والاتفاقيه والبروتوكول اللي احنا عملناه مع وزاره العدل ومع وزاره الماليه بيحمينا في اللي احنا وصلنا اليه. لكن ده مش معناه احنا مش هنقدر ننهي نوقف قانون صدر، لكن نقدر نتعامل معاه. احنا طعنين امام المحكمه الدستوريه النهارده، والمحكمه الدستوريه في هيئه المفاوضين، وقريبا اما ان تقضي بعدم الدستوريه وده الارجح، واما ان ترفض. اذا قضت بعدم الدستوريه خلصنا خلصنا، ما قضتش بعدم الدستوريه يبقى احنا نجحنا في ان احنا نضع خريطه الطريق مخففه للمحامين دونا عن باقي النقابات المهنيه، دونا عن باقي النقابات المهنيه. احنا اميز مش اضعف. انتوا بتاخدوا عناصر القوه اللي معاكم والمكسب اللي انتوا حصلتوا عليه وتحولوه الى هزيمه. لا 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 لا، ما ينفعش حد يقول لك انا سجلتك اخاف، انا هحبسك تخاف. محامي ما بيخافش، انا ما بعرفش محامين بتخاف. لما حد يكلمنا عن خدماتنا، احنا ما تاخرناش لقينا بالذات عن طلبات، كل طلباتها المستحقه استوفيناها بما فيها ما يكانت كل المحاكم. احنا متطلعين بوضع خطه مش بس فينا، على مستوى الجمهوريه، انه هتبقى غرفه المحامين فيها شاشه، الشاشه دي مسجل عليها رول كل جلسه، بحيث انت قاعد في مكانك زي الباشا بتعرف الرول بتاعك فين، فتنتقل الجلسه بتاعتك لما تقرب لجلستك. فده هيتعمم على مستوى محاكم هنا وعلى مستوى محاكم الجمهوريه باذن الله، من غير ما نقول انه حد متميز عن حد. احنا مش هنتراجع عن ده ولا عن ما اديناه لصالح المحامين. 2017 كنتوا بتاخدوا او بتصرفوا 319,000 جنيه في السنه، سنه 17 صرفتوا ادويه 319,000 جنيه. في سنه 18 ال 319 دول قفزوا الى 1,490,000، القرار قفز الى 1,490,000. سنه 2019 1,500,000. اذا حصل تضاعف في سنتين، ثلاث او خمس اضعاف اللي تم في 17. يعني لما يبقى في 17 في 305,000 جنيه اتصرفت على ادويه المحامين في هنا كلها في سنه واحده، 305، يجي في السنه اللي بعدها يبقى 1,400,000، والسنه اللي بعدها 1,500,000، يبقى معناه ان احنا ضربنا في خمسه على طول. ضربنا في خمسه. اي حد يزعل من الخمسه ويزعل من هذه الزياده، انا لو لدي اكثر من ذلك لدفعته، لكن انا مش هدي ازيد من المستحق، لانه ده استحقاق كل المحامين مش استحقاق واحد بعينه. لازم الناس تبقى فاهمه كويس انه هي وهي بتاخد حقها في جنب حقها مباشره حقوق الاخرين. لو انت زودت شويه مع حقك هتاخد من اللي جنبك. اذا انا مهمتي ان احافظ على حقوق الناس، كل الناس. لكن فيما يتعلق بالزيادات، ايوه هننظرها، لكن لما يكون لدينا موارد، لما يكون لدينا موارد. اذا لما نيجي نتكلم في العلاج، علاج هنا وتطوره في 3 سنوات، وتطوره في 3 سنوات، 1,000,000 جنيه في 17، في 18 2,900,000، 3 اضعاف 300، يعني حوالي 3 مليون جنيه.
في سنة 18 4,500,000. يبقى برضه اتضرب العلاج، ضربوا علاج المستشفيات في 5 أمثال ما كان عليه الحال. 5 أمثال. لكن أنا بقول لحضراتكم فيما يتعلق بمشكلة العلاج في هنا، أي مستشفى أنتم حابين نتعاقد معاها إحنا موافقين. أي أطباء أنتم عايزين تتعاقدوا معاهم إحنا موافقين. أي إجراءات متعلقة باستفادتكم بالعلاج إحنا موافقين. اكتبوها وإحنا موافقين. عن مشاركة الشباب في المؤتمرات اللي بتقيمها الدولة، بالتحديد بيقصدوا المؤتمرات المتعلقة برئاسة الجمهورية. وأنا بقول لحضراتكم إحنا مش دورنا في النقابة إن إحنا نقول عايزين حصة. ده مؤتمر له قادة وله طريقة للإعداد وله شروط للانضمام والالتحاق والدراسة والحضور والمشاركة. إحنا مش أصحابه، لكن إحنا قدمنا مقترحات لأن تعقد مؤتمرات للنقابات المهنية يحضرها السيد رئيس الجمهورية علشان الفئات المهنية المختلفة اللي هم من وجهة نظري الطبقة المتوسطة الحقيقية في المجتمع، إنه الرئيس يستمع إلى حوار أو في حواره مع جموع المهنيين لمشكلاتهم، ونساهم معهم في التطوير، ونساهم معهم في تدوير المشكلات، ونساهم مع القيادة الوطنية في مصر، نساهم معها فيما يمكن أن نساهم فيه بتقديم المشورة وبتقديم الحلول وبتقديم المقترحات، لكن لو أن الأمر بيدنا لفعلنا هذا الأمر. أعود لأختم كلامي مع حضراتكم إنه مصر بتمر بمرحلة في غاية الخطورة. هذه المرحلة بظروف في غاية الصعوبة والعسر. المعادلة الدولية في المنطقة مش في صالحنا، مش في صالحنا، مش في صالح الوطن العربي. أمريكا عايزة تضرب إيران تضربها في العراق، إيران عايزة تضرب أمريكا تضربها في العراق، تركيا عايزة تضرب داعش تضربها في سوريا، روسيا عايزة تضرب ساعة تضرب في سوريا. اللي عايز يمارس هيمنته ينقي منطقة ضعيفة في الوطن العربي ويضرب فيها، زي ليبيا، زي ليبيا اللي رايحين فيها وبعتين فيها قوات تركية. وأنا مش قادر أفهم ليه الأتراك مهتمين بالخلاف اللي موجود في ليبيا. في ليبيا خلاف على فكرة، في جيش وبرلمان مع بعض وفي حكومة لوحدها. الجيش والبرلمان ضد الوجود التركي، الحكومة مع الوجود التركي. ده هي اللي بتبعت للأتراك علشان يجوا. إذن دي قضية اقتسام سلطة. لما تدخل تركيا في ليبيا على حدودي الغربية، أنا كمصر أبقى في أمان؟ بالقطع لسنا نبقى، مش هنبقى في أمان بالقطع. إحنا لازم نبقى فاهمين كويس إنه أيضاً الحرب قرار مش سهل وتكلفة وأعباء، ونتمنى أن نعفي وطننا كله منها، لكن في ذات الوقت هي ضرورة فقط عند اللزوم. ما نرجوه هو لأجهزة الإعلام المختلفة اللي بترفع في الأصوات وبتخفض في الأصوات سواء من الخارج أو من الداخل. نحن نترك الدولة المصرية لتتصرف في هذا الموضوع بحكمة، الحكمة المتدرجة اللي ماشية بيها دولتنا المصرية. قواتنا المسلحة واعية، عندها خطط مختلفة، عندها خطط متدرجة، ما ينفعش نزيد عليها ولا نزقها لأنها مش هتسمع كلامنا، ولا أيضا نتكلم بإن إحنا ما نقدرش نعمل حاجة علشان نضعف عزيمة قواتنا المسلحة. إحنا مع قواتنا المسلحة في كل معاركها لحماية الحدود المصرية. دي واحدة. اتنين، إن إحنا لازم نبقى فاهمين كويس إنه ما يجري في المنطقة يجري لحساب إسرائيل، والله ما يجري في ليبيا لحساب إسرائيل. لحساب إسرائيل المستفيد الوحيد الحقيقي من الصراع في ليبيا إسرائيل، المستفيد الوحيد
من تقسيم سوريا إسرائيل، المستفيد الوحيد من تقسيم العراق إسرائيل، المستفيد الوحيد من تقسيم الخليج إسرائيل، المستفيد الوحيد من ضرب الوحدة الوطنية في مصر إسرائيل، المستفيد من قسمة السودان إسرائيل، المستفيد من سد النهضة إسرائيل. إحنا لازم نبقى فاهمين كويس اللي بيحصل حوالينا. إسرائيل دي مين وراها؟ وراها الولايات المتحدة الأمريكية. علشان كده إحنا منذ فجر ميلاد نقابة المحامين، مش كلامي ولا منهجي ولا مدرستي، أنا تلميذ في هذه المدرسة، إحنا ورثنا الوعي القومي في أن نعرف من هم الأعداء. أعداءنا هو الكيان الصهيوني اللي عايز ياخد مننا فلسطين، واللي بيتكلم من العرب على قسمة فلسطين إلى ضفة غربية وشرقية، أو قسمة القدس إلى شرقية وغربية، كلام إحنا رافضينه. إحنا ضد تقسيم فلسطين، إحنا ضد تقسيم القدس، إحنا فلسطين عندنا فلسطين العربية من النهر إلى البحر، من شمالها إلى جنوبها، وضد أي اتفاق لصالح هذا التقسيم. علشان كده إحنا بنقول إحنا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل، وبالأمس أضفنا تركيا، فلتسقط أمريكا، فلتسقط إسرائيل، فلتسقط تركيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.